عملنا بالشرطة الحرة لخدمة الناس وراحة المواطن. تسألني عن رأيي بالشرطة الحرة يا أخي. التسمية إن شاء الله هي ما بتلعب دور. شو ما كانت التسمية لأي إنسان، المهم عم يخدم الوطن، عم يخدم الشعب، عم يخدم الناس بهالحاجة هي، لأنه يخدمهم يحفظ لهم أمان. وكل إنسان بيساهم بحفظ الأمان بهالفترة هي خاصة هو إنسان عم يجاهد بكل معنى الكلمة. كل إنسان بينفذ بنفسه هو بأمواله في سبيل الله هو يكون أكيد عم يحافظ على الوطن هذا. إن شاء الله لازم خير لهم قسم كبير كتير كتير بالحفاظ على الأمن بالحارات الداخلية بالأمن الداخلي. هذا الشيء أكيد أكيد بيلعب دور كتير كبير بالأمن الداخلي، لأن نحن ما بكفينا أمن الجبهات. أمن الجبهات ما بكفي لما نكون نحن محافظين على الجبهات والأمن الداخلي الحرامية عم تشتغل. فالله يجزيهم خير، الشرطة عم تشتغل على المنوال هذا، عم تحفظ الأمان بين الناس، وهذا بعتبره أمان 90% مهم. الله يجزيهم خير يا رب. بالنسبة للشرطة الحرة الحمد لله، يعني نحن ما بنقول إنه بالمية مية إنه يعني ماهرين، لأن جماعة يعني لسه مبتدئين، فنحن نشكرهم يعني حسب مع إمكانيتهم، الله يعطيهم العافية يعني. أخي الكريم، باعتبارك مرابط على الجبهات، ما هو رأيك بعمل الشرطة الحرة؟ عمل الشرطة الحرة رحنا يعني دفاعا عن الجبهات، وهن دفاعا عن المواطنين وعن المدنية. كيف ترى آلية عملهم؟ الله يجزيهم خير، عملهم تمام وعم ديروا بالهم عن المواطنين، والله يحميهم ويكملن عمل الخير. ايام دوريات مكسفة بالليالي، لان ثلث ارباع العالم هاجرت من بيوتها بسبب البراميل والصواريخ والبراميل والطيران. ونحن عملنا ان شاء الله تعالى تكسيف دوريات ليلية مشان هالبيوت فاضية من احدى هالشغل هالعربية اللي عم تنشغل عم تصرف. نحن الله بيعلم شو اشتغلنا، وفضل الله يعني العالم في حينا او في غير حي تحترم الشرطة الحرة. الشرطة الحرة جاهدت حالها شباب كلها مثل الورد لخدمة المواطنين، خدمة المواطنين عنا تاج على رؤوس كل الشرطة، واي مواطن بيجي مهما كان ومهما هذا نحن نخدمه بعيوننا وبايدينا وبكل شيء نستطيع نخدم المواطنين. وشرطة الحرة لحماية اكمال الكهرباء، لحماية السرقات. نحن نتمنى من الله عز وجل يكون عملنا أفضل ونقدم مساعدة للناس أكثر ونشتغل بما يرضي الله.